جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إمامنا شيخ كبير السن يثبل إزاره لغير الخيلاء، كيف تكون الصلاة خلفه؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز إشمال الإزار أو الثوب أو البشت أو سائر الملبوسات للرجال بعموم النهي عن ذلك والوعيد عليه والوعيد الشديد عليه، فلا يجوز إشمال الثياب والملابس للرجال، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولو كان لا يقصد بذلك الخيلاء والكبر فإنه منهي عنه، لكن إذا كان معه خيلاء أو معه تكبر فإن الأمر أشد، وإلا فالإشمال محرم مطلقا. نعم.